بس في اللون الاحمر زي ما متعودين نشوفه. العسل بتاعنا هو بعد ما غلي، كوبايه سكر كبيره ونص كوبايه ميه لحد ما بدا في الغليان كده. هنبدا نحط له اللون الاحمر بتاعنا، لون طعام طبعا مش اي لون يعني. هنسيبه يستوي مع بعض كده لحد ما يقل معانا خالص ويبدا يلزق. نبدا نشوف الخد الجميل هنعمل فيه ايه. نحاول نغطي كل قطعه فيها كده. خد الجميل كان زمان عندنا واحده في الشارع ست كبيره كده، كنا 7 الصبح واحنا رايحين المدارس والله ماشيه بيه الصبح، يقول لك ايه احمر وجميل خد الجميل. والله كان عندها بتاع 80 سنه او 90 سنه واسمها فاتن، ازاي مش عارفه. هنوقفها كده لحد ما تنشف. حبيبي جامد ازاي؟ خلاص العسل بتاعنا جامد. رايكوا بقى خد الجميل ده ولا مش خد الجميل؟ اوريكم كمان عشان تتاكدوا. يا حبايبي دوقوا انتوا بقى بمعرفتكم، انا خدت قطمه اهي اكمل مع نفسي بقى يعني، انتوا بقى كملوا بالهنا والشفا.